اما هلا وصلنا لفقرتنا الطبيه، واكيد يعني فرح. هلا اكثر شيء بيخافوا منه الامهات هو مع ارتفاع درجات الحراره، ضربات الشمس. يمكن انت كمان بتخافي على عبوس، فاكيد اخذي كل الاحتياطات، لكن الارتفاع الكثير كبير درجات الحرارة ممكن يأثر سلبا، خاصة نحن هلأ بالعيد وفترة الصيف اللي فيها مسابح واللي فيها ألعاب واللي فيها طلعات. فكيف اليوم بدنا نحمي أطفالنا من ضربات الشمس اللي بتأثر سلبا؟ وكتير في أعراض عم تظهر على ضربات الشمس كتير عم تكون قوية عم تجي على الأطفال، لهيك بدنا نحكي عن هالموضوع بشكل مفصل أكثر مع دكتورة لميا البزنة، أخصائية بأمراض الأطفال. يسعد لي صباحك وكل عام وأنت بخير. صباح الخير، كل عام وأنت بخير وأطفالنا بخير يا رب. يسعد صباحك دكتورة مرة ثانية، ينعاد عليكي بكل الخير. وعليك يا رب. دكتورة، درجات الحرارة كتير عالية وبازدياد، هذا الشيء عم يعمل يمكن قلق عند أغلب الأمهات. بدنا نحكي عن ضربات الشمس، شو هي أعراضها قبل ما نفوت بالخطوات العلاج أو حتى الوقاية؟ تمام. هلأ بس لناخد فكرة أنه الجسم دائما رب العالمين خلق في آلية تكيف ضمن الجسم، فالجسم بشكل عام دائما بيحاول أنه يخفض درجات الحرارة إذا تعرض لدرجات حرارة عالية عن طريق آلية التعرق. كل ما نحن تعرضنا لدرجات حرارة عالية جسم بيتأقلم، بيحاول أنه يخفف من درجات الحرارة عن طريق التعرق. احيانا كثيره اذا كان الطفل تحديدا تعرض لجو حار جدا جدا وجاف ودرجه رطوبه عاليه ولم يكن يتناول سوائل، فاحيانا قدره الجسم على تخفيض درجه الحراره عن طريق اليه التعرق تفقد هذه القدره، فتبلش ترتفع درجات الحراره بشكل كثير كثير عالي، وبتسبب ضربه الشمس اللي هي ممكن تكون اعراضها كثير خفيفه، واحيانا مع كل اسف اذا ما تعالجت والطفل بقي لفتره طويله متعرض ممكن تؤدي للوفاه. هلأ في نقطة مهمة أنه الاسم هو ضربة شمس، بس بدنا ننتبه أنه مو دائما بس الشمس هي ضربة شمس. تواجد الطفل بأي مكان شديد الحرارة مغلق ما في تهوية مع عدم شرب سوائل ممكن يؤدي إلى ضربة شمس. مثلا كتير أحيانا بنشوفها تواجد الأطفال بالسيارات المغلقة، عملوا دراسة لقوا أنه كل ما يعني السيارة إذا كانت مغلقة الطفل موجود فيها والسيارة مركونة بالشمس، لو أنه الطفل اللي عمره سنتين ممكن يتعرض خلال ساعة، تمام، إذا كانت السيارة مركونة بالشمس لفترة طويلة بيعمل نفس أعراض ضربة الشمس، وإذا كانت السيارة مركونة بالظل والطفل موجود بسيارة مغلقة وبدون أخذ سوائل فخلال ساعتين ممكن يتعرض لضربة شمس. هذا الحكي كتير مهم، كتير بدنا ننتبه لهالقصة انه لا يتركوا الاطفال. دكتورة، انتشرت على مواقع التواصل القصة نفس اللي عم تحكي عنها، كمان طفلة رضيعة ضلت لوقت طويل داخل السيارة بفترة الليل كمان ادت للوفاة. تمام، فانا حبيت نوه لهالنقطة، ضربة الشمس هي مو دائما متعلقة بالتعرض للشمس، تواجد الطفل باي مكان حار جدا بدون تهوية وبدون شرب كمية كافية من السوائل ممكن يعرض الطفل لاعراض ضربة الشمس. هلا اذا بدنا نعرف ضربه الشمس شو هي، هي حاله طارئه طبعا اسعافيه بترتفع فيها درجه حراره الجسم الى درجات عاليه عاده تتجاوز ال 40 درجه مئويه. بهالحاله هي مثل ما ان الجسم بيفقد قدرته على انه يبرد حاله عن طريق التعرق، بتبلش الاذيه. ليش بتبلش الاذيه؟ لما بتوصل الجسم لدرجه هالحراره هي في عنا بروتينات واغشيه محيطه بخلايا الجسم وخاصه بالخلايا العصبيه، بدرجات الحراره عاليه هي هالخلايا هي هو البروتين الأغشية المحيطة بالخلايا تتلف، تمام؟ فبصير في عنا أذية عصبية، ونفس الشيء بيصير بخلايا القلب وخلايا الأوعية الدموية والكلية، بصير عنا قصور أعضاء متعدد ممكن إنه يؤدي للوفاة. نعم. طب خبرينا شو الفرق بين ضربة الشمس كأعراض والإجهاد الحراري كمان؟ تمام. طبعاً أعراض ضربة الشمس كثيرة، بس مو شرط إنه تصير كلياتها مجتمعة مع بعضها. أول شيء مثل ما قلنا هي ارتفاع درجة حرارة الجسم لفوق ال 40، عادة تكون 40.5 41. الشغلة الثانية إنه بتكون بشكل مفاجئ، يعني طفل ما نو مريض أبدا، مشان نميزه عن الأمراض العادية. حتى عند الكبار بلشوا يقولوا إنه كيف نفرق بين ضربة شمس وكورونا، لأنه الاثنين بيعملوا حرارة. فضربة الشمس طفل صحيح ما عنده أي مشكلة، ما عنده سيلان أنف، ما عنده سعال، ما عنده كذا، عنده قصة تعرض عم يلعب بالشمس، عم يسبح بالشمس، ما عم ياخذ سوائل، فملاقي ارتفاع شديد بدرجة الحرارة. بتبلش عنا الاضطرابات السلوكية، يعني ببلش الطفل يصير في عنده تلعثم بالكلام، ببلش يصير في عنا ارتباك، هزيان، شيء اسمه ميل للنوم، يعني نحن الطفل بتلاحظ الأم إنه عم ينام فترات أكثر من اللازم، هي بتعرف ابنها بينام ساعة ساعتين، بصير بينام فترات أطول، محاولة إيقاظه بتكون صعبة.
بصير عندنا اختلاجات وقد تنتهي طبعا بغيبوبة ومن ثم بالوفاة. بصير عند الطفل صداع شديد، احمرار بالجلد، جلد الطفل بيكون جاف لأنه مثل ما قلنا الطفل بهالحالة هي بيكون فاقد القدرة على التعرق، فبيكون ساخن وجاف. بصير في عنا تسرع بالتنفس، زيادة بعدد ضربات القلب لأنه الجسم بيحاول أنه يزيد عدد ضربات القلب، دائما القلب هو المعوض الأساسي بالجسم، بيحاول أنه يزيد عدد ضربات القلب حتى يخفف من التأثير الحراري. فبدنا ننتبه لكل هالأعراض، يعني ممكن نقول للأم ابنك عم يلعب برا بالشمس، مجرد لاحظت عنده شوية صداع بلش ينام شوي مباشرة لازم تنتبه وتبلش أنه تخفف له درجة حرارته. تمام دكتورة، أنت في الأم تقول أنه أنا قادر أعمل الإسعافات الأولية لطفلي لحتى أقدر أخذه على الطبيب، وأمتى بتكون الحالة إسعافية؟ الأم لازم تنتظر يمكن ولا دقيقة. تمام. هلأ طبعا دائما نحن مننبه الأمهات أنه قوموا بالإسعافات الأولية بالمنزل، مثل ما قلنا إذا في عنا قصة تعرض لفترة طويلة أم انتبهت بعدين أنه ابنها تعرقته بغرفة مغلقة، عم يلعب بالشمس، لاحظت عنده أي شيء من الأعراض، أول شيء المفروض أنه تاخده على الظل، تمام، بعيد عن الشمس، تمام، تحاول أنه تنزع له ثيابك مشان تخفف. الشيء الثاني بدها تغسله بمية الحنفية، يعني المهم أنه تكون مي دافية. غلط جدا أنه الطفل اللي هو عنده درجة حرارة عالية أنه نحطه بشيء متلج أو نحط له شغلات متلجة، لأنه هذا بيعمل ارتكاس كتير شديد بالجلد، ممكن يرجع كمان يؤدي لأذية الخلايا العصبية. إذا ما كان عنده مثلا ما متوفر عنده مي، ممكن أنه إذا عنده مروحة تعرض عليه المروحة وتحاول تبخ عليه مي بأي طريقة، ولو عنده كميات قليلة من المي. المروحة مع كميات قليلة من المي بتعمل تبخر للحرارة. إذا كان الطفل واعي وما أنه داخل بميل للنوم أو بغيبوبة، تحاول أنه تعطيه كميات كتيرة من السوائل. ما بيصير أبداً تحاول أنه تعطي الطفل سوائل وهو غايب عن الوعي، لأنه هذا ممكن يعمله استنشاق، وهي نقطة بدي نبه عليها للأمهات. أحياناً الطفل بيدوخ، بيصير عنده اختلاج لسبب ما بدون ما يحسوا الأمهات الارتكاس الأولاني، بدها تعطي شوية مي شوية ما زهر، ما بيصير أبداً، لأنه ممكن يكون طفلك بس بحالة دوخة بتدخليه بذات رئة استنشاقية. هلا هن الأطفال بشكل عام أكثر عرضة من غيرهم لأنه ينصابوا بضربات الشمس. السبب الأولاني أنه هن مثل ما قلنا بيلعبوا فترات طويلة بأشعة الشمس وما بيحسوا، يعني الطفل هو عم يلعب بجوز ما يحس بالصداع، ما يبلش يحس بالأعراض اللي عنده. الشغلة الثانية هن معدل الاستقلاب عندهم سريع، فلذلك هن بينجوا كتير شغلات استقلابية مع الحرارة العالية، بصير بدها سوائل لحتى تطرح. الشغلة الثالثة أنه مساحة سطح الجسم عندهم كبيرة نسبة لكتلة الجسم، لذلك بيكون تعرضهم أكثر للحرارة. هلأ الشغلة الثانية أنه كل ما كان الطفل بدين، طبعاً هي الأعراض عند الأطفال وعند الكبار، كل ما كان الطفل بدين أكثر كل ما كان تعرضه للحرارة أكثر. إذا الطفل عنده إعاقة حركية، يعني مثلاً طفل عنده شلل دماغي، عنده مشكلة حطته الأم ونسيته، هذا الطفل ما له قادر أنه هو يقوم يتحرك، لما يحس بأي أعراض أو شب ما له قادر أنه يقوم يتحرك. الطفل إذا لابس كتير تياب كمان هذا بيكون عرضة أكتر لأنه ينصاب بأشعة الشمس. لما بيكون في عنا انتقال مفاجئ من جو بارد لجو دافي، هلأ بنعرف كلياتنا في كتير من الأسر السورية عم تهاجر وعم تسافر لمدن كتيرة، ممكن الطفل ينتقل لبلد درجة حرارته عالية، الطفل ما بيقدر يتأقلم بسرعة مع درجة حرارة عالية، الطفل بده من 10 ل 14 يوم ليبلش يتأقلم جسمه مع درجة حرارة عالية. فبدنا ننتبه كتير لما الطفل بننقله من بيئة لبيئة مرتفعة كتير أنه نعطي الطفل كمية سوائل كتير كبيرة. بس حبيت نوه على هالنقطة قبل ما نرجع نحكي هلأ على الإسعافات. فإذا نحن أعطينا الطفل سوائل، بردناه، قمنا عنه تياب، لما منبلش نلاحظ أنه الطفل بلش يدخل بتغيم وعي، بلش يصير في عنده غثيان، إقياء، آلام معدة، لما منحس أنه الجلد كتير جاف يفضل أنه مباشرة ناخده على الطبيب. بس منكون أول شيء قمنا بالإسعافات الأولية بالمنزل حتى نقدر نعطيه علاج بالمنزل. نعم. طب دكتورة، يمكن في مضاعفات أيضا لضربات الشمس عم بتكون، وفي أيضا بترافق مع حروق مع الجلد، يعني تمام. كمان خبرينا كمان عن هي المضاعفات خطورتها على الأطفال.
هلا مثل ما قلنا انه اول شيء بيصير في عنا اذيه بالخلايا العصبيه، بعدين ممكن يصير عنا اذيه بالقلب، الاوعيه الدمويه، واذيه بالكليه. حروق الشمس كثير مهمه، حتى لو انه الطفل المعرض لحرق شمس هو اكثر عرضه لانه ينصاب بضربه شمس اكثر من غيره، لانه في عنا مساحات واسعه من الجلد محروقه، صار في عنا امتصاص الحراره اكثر. احيانا بيصير في خلط بين الام حروق الشمس وبين الالام بسبب ضربه الشمس، فلذلك مهم كثير هلا حنحكي على الوقايه، انه دائما الاطفال نحط لهم واقيات شمسيه، وصار في واقيات شمسيه كثيره. اذا الام ما معها صعب كثير انه تجيب واقيات شمسيه، شغله كثير بسيطه انه تحط على الاقل طاقيه على راس الولد، ممكن انه تلبسه يعني تيشيرت او قميص يخفف من التعرض لاشعه الشمس. اذا ما قادر انه تحط واقيات شمسيه، تحاول انه الطفل صبح بعدين تحطه بفتره الظل، يعني نخفف كثير قدر الامكان من تعرضه لاشعه الشمس. دكتوره، دائما بنسمع كثير من كلام الاطباء التعرض لاشعه الشمس هو كثير شيء ضروري، واليوم بفتره الاعياد واغلب الناس اللي كان مسافر ان كان على الساحل او حتى عم يتوجهوا للمسابح عم بيكونوا بوقت الذروه، يمكن عم يتعرضوا لاشعه الشمس. شو بتنصحي دكتوره؟ يمكن ساعات معينه نحن نتعرض فيها لاشعه الشمس، منه بنستفيد من فيتامين داليا اللي كلياتنا بنعرف قديش مهم لنا ولاولادنا كمان. هلا طبعا دائما مثل ما قلنا في اوقات معينه بنستفيد منها باشعه الشمس، هالاوقات هي حسب كل بلد، حسب خط العرض اللي موجود عليه البلد على مستوى الكره الارضيه. نحن بدراساتنا عملت لقوا انه هون بسوريا التعرض بين العشره للوحده ظهرا حوالي نص ساعه واكثر شيء ساعه هو كثير منيح للتزود بفيتامين دال، ونحن كثير احيانا بننصح فيه الاطفال. فنحن التعرض اذا بنستفيد من فيتامين دال، تعرض بين العشره للساعه واحده الظهر، ويجب الا يتجاوز تعرض نص ساعة إلى ساعة، ودائما بنقول للأم إنه كمان حطي طاقية للطفل، بس طبعا التعرض بده يكون مباشر، يعني ما بده يكون من خلف بلور، وبده يكون ثياب كثير قليلة، لأنه كل ما كان في عنا حواجز تمنع من وصول الشمس إلى الجلد ستقلل من الاستفادة من فيتامين دال. يعني بمبدأ إنه يعني نحن ما بدنا نفرط بشيء، فنحن حنتعرض للشمس لمدة نص ساعة على ساعة حتى ناخذ فيتامين دال، وبعد منها حناخذ كمية سوائل وحنقعد بالظل، فما يكون في عنا تعرض لفترة طويلة. أساسا من توصيات الوقاية من ضربة الشمس عند الأطفال أنه ممنوع لعب الأطفال أو تعرضهم بفترة الذروة، وخاصة بالأوقات شديدة الحرارة مثل اليومين اللي مرقوا علينا، بين العشرة ونص للأربعة ونص هي فترة الذروة، فيفضل أنه الأطفال ما يتعرضوا للشمس. دكتورة، عن جد أنه من كف الإيد فينا ناخد الفيتامين دال بكفي؟ أنه من كف لا، صراحة بده يكون تعرض كامل للجسم دائما، بس بده يكون بدون حواجز، يعني تعرض مباشر. طبعا الشمس كتير فيها نسبة منيحة للفيتامين دال، بس مثل ما قلنا بفترة معينة وبكمية بعدد معين من الساعات، ما بيصير أنه نتعرض لفترة طويلة. والشيء الثاني، لو الواحد بده يتعرض بده يكون في عنا كمية كافية من السوائل. نحن دائما عم نقول أنه سبب تعرض الشمس هو التواجد بجو حار ورطب أو رطب وعدم شرب السوائل. هلأ إحنا لما بناخذ كمية كبيرة من السوائل، أنا أكيد ما حأمنع الطفل أنه يلعب، حخليه يلعب، حأعطيه وقاية، حأحط له واقي شمسي، حأعطيه كميات كافية من السوائل. في شيء ثاني كمان كتير ممكن يفيدنا هلأ بالصيف، الأطفال ما بيحبوا أنه تعطيه بس مي أنه يشرب، في أغذية كتير منيحة هلأ بتفيد وبتعطينا كمية منيحة من السوائل، مثلاً البطيخ الأحمر 90% من تركيبه ماء كتير منيح بيساعد أنه أعطي الطفل، البطيخ الأصفر الشمام، الموز فيه بوتاسيوم كتير منيح كمان بيساعد على أنه يعطينا، العنب، الفريز، التوت، التين، هدول كلياتهم كل فواكه الصيف تقريباً فيها كتير نسبة منيحة من السوائل. من الشغلات الثانية البابونج، الشمر مثلا، لقوا انه انت اذا نقعتي شوية شمر المساء وقمتي شربتيه الصبح اخذوا الطفل قبل ما يروح مثلا، بيعطيك بكتير كتير منيح بالسوائل ومدر للبول، وبيساعد على انه يقي من ارتفاع الحرارة. عصير العنب، عصير الحصرم، هي كلها شغلات كانوا على فكرة يستخدموها امهاتنا من زمان، وسبحان الله على الفطرة، بس هي لها كتير دور. فأي سوائل بتعطيها للطفل، لأنه مثل ما بنعرف الطفل مو دائما بحب أنه يشرب مي، فأنا إذا أعطيته أي نوع من العصائر أو الفواكه، كنت قريبة منه كل شوي عم بعطيه قطعة فواكه، عم بعطيه عصائر، هي
كثير بتساعد على انه يبقى عم يستمتع باللعب بنفس الوقت بوقيم انه يتعرض لاشعه الشمس. دكتوره خلينا نحكي عن نقطه العلاج. لما نحن ممكن نستشير طبيب يوصف بعض الادويه للطفل، الام هل مطلوب منها ترجع بحميه معينه للغذاء لطفلها خلال فتره العلاج؟ وكمان دكتوره اذا بدنا نقول هل ممكن تترافق ضربه الشمس مع ممكن الغثيان او اي عارض؟ تمام، يعني واحدة من الأعراض الباكرة لضربة الشمس هي الغثيان والإقياء والألم بالمعدة. تمام، طفل بيشكي من ألم بأول المعدة، وأحياناً الأم ممكن تربطها بشيء ثاني، طفل كان بيصبح صار غثيان وإقياء، ممكن تربطها إنه أنت عم معوي إنه خبص بالأكل إنه هيك، بس هي قد تكون علامة باكرة ويتلوها بعدين الصداع والجفاف الجلد. نحن بيهمنا كثير إنه نبلش يعني نعالج طفل بالأعراض الخفيفة قبل ما يصير في عنا أذية خلايا عصبية، لأنه مثل ما بنعرف في خلايا بالجسم لا تعوض. بس خلايا العصبية خلايا بمرحلة الوفاة دكتورة، نبهتي تمام على تمام نقطة، يعني هي عن جد حالة رعب انه الطفل ممكن يتعرض للوفاة في حال اصيب بضربة تمام الشمس. تمام، هي تعد بالطب من الحالات الامرجنسي، من الحالات الطارئة الحرجة، حالات ضربة الشمس. لذلك كثير حبينا انه نحكي عن هالموضوع هلا مشان ننبه الامهات. الموضوع كثير بسيط، خلي الطفل يلعب، حاولي انك تبعدي طفلك عن اللعب بفترات الذروة. مهم كثير اللبس، الملابس الفاتحة بنعرف كلياتنا بالشمس بتقلل من امتصاص الحرارة. نلبس الطفل شغلات كتير خفيفة، ملابس قطنية لأنه هي بتسمح بصير في التبخر عن طريق التعرق، فمهم كتير هذا الحكي. ننتبه للأعراض اللي ممكن تشابه كتير أعراض يعني إنتانات تانية. أول ما منحس أنه الطفل بلش يصير في عنده صداع، بلش يصير في عنده هيك شوية تخريط بالكلام، مباشرة الموضوع مثل ما قلنا كتير بسيط، كل القصة أنه جيبيه للظل وحطيه تحت الحنفية بردي وعطيه سوائل، هي كتير بتفيدنا. يعني بعض الممارسات الخاطئة دكتورة ممكن تؤدي لتدهور حالة الطفل أو الانتكاس بردة فعل الجسم إذا كان ما في إسعاف أولي صحيح. تمام، هذا بيؤدي للوفاة. تمام، ومثل ما قلنا أنه الإسعاف كتير سهل، أنه نحن نبرد الطفل ونعطيه سوائل، وإذا شكينا نطلب أي يعني أي استشارة طبية عاجلة مباشرة. ما في داعي لما يشفى الطفل أنه نرجع لحمية معينة، بس يفضل دائما أنه نوصي بكسرة السوائل بعد ما شو الحمية لازم ياخذ الطفل اللي عم بيعاني من ضربة شمس؟ شو هي عفوا؟ شو الحمية الغذائية؟ يعني هلا عنده غثيان وإقياء ما راح يتقبل معته كل شيء، وقد طبعا هلا أحيانا لما بيصل لغثيان وإقياء بنضطر إنه نفتح وريد وينقبل بالمشفى. تمام؟ تمام. أما بأي طفل عنده غثيان وإقياء دائما بننبه الأم إنه لا تستعجلي على إنك تطعميه أكل، أعطيه أي شيء من السوائل الرائقة عندك، مي، عصير، شاي، أي شيء سوائل، كميات قليلة ومتكررة، يعني الفنجان الصغير بنعطيه كل ربع ساعة، دائما هي النصيحة بننصحها للأمهات، كل ما كان طفل عنده إقياء بنعطيه السوائل كميات قليلة ومتكررة. ما الغلط اللي بقعوا فيه الامهات انه عنده غثيان اقياء بده الطعمي، ما بيصير، هو بدنا نريح مضاد اقياء فورا. مضاد اقياء، مضاد اقياء مباشره، حتى اذا ما كان عنده مضاد اقياء ممكن تكون بعيده عن مضاد الاقياء، بتعطيه سوائل وبتريح. يعني مثلا بنعطي خلينا نقول 30 سنتي او قدر فنجان القهوه الصغير، بنريحه ربع ساعه، بنرجع بعد ربع ساعه بنعطيه، كانه نحن عم نريح المعده، عم ندخل السوائل بالمعده بالتدريج، لانه المعده بتبقى متشنجل حتى ترتاح على مهلها. دكتور حكيتي عن نقطة يمكن كتير بنسمع فيها من زمان، مو من هلأ كمان، وبعدها عم تتمارس لحد اليوم، انه الطفل مجرد ما حست لأنه عنده ضربة شمس عم تشيله تحطه تحت المية الباردة، ويكون جسمه مثل ما بنقول بين بعض مثل النار، بيكون جسمه ساخن كتير، تمسكه تحطه تحت المية الباردة. نعرف أول شيء شو مخاطر هذا الشيء على الطفل، على جسم الطفل، شو هي التصرفات الخاطئة يلي ممكن تودي بحياة الطفل، يلي ممكن تمارسها الأم عن غير قصد؟ تمام، هلا هذا الموضوع حتى احيانا لما بيكون عند الطفل ارتفاع حراره بسبب انتاني غير ضربه شمس، ما بيصير ابدا انه نحن نبرد الطفل بانه نحطه بماء مثلج. هلا ممكن نساعد بانه نحط كمادات بارده، بنحطها عاده تحت القبطين وبين الفخذين وعلى الظهر وعلى العنق، لانه هالمناطق هي الاوعيه الدمويه فيها قريبه من سطح الجلد، فبتساعد كثير على تبخر الحراره. فاذا مسموح انه الطفل الام تحط كمادات بارده ولكن ما انا مثلجه المناطق هي اللي بتساعد على التبخر. دكتورة على الجبهة؟ تحت القبطين، تمام، وبين الفخذين وعلى الجبهة وعلى الظهر وعلى العنق. تمام. بهالمناطق هي خصوصا تحت القبطين وبين الفخذين، مثل ما قلنا الأوعية الدموية قريبة من سطح الجلد، فبتساعد كتير كتير على أنه تتبخر الحرارة. ما بيصير ابدا تحطه بماء مثلج جدا، لانه هذا بيعمل ارتكاس كثير شديد، مثل ما قلنا مثل ما صار اذيه للخلايا بالحراره العاليه بصير اذيه للخلايا بالبروده العاليه، وبتلاحظ الام بتبلش تلاحظ انه صار في عنده تبرقع جلده بيزرق، بصير في عندنا مشكله زرقة نهايات، هذا الام
ممكن يعني يخلي رعب اكثر عند الام وبيسبب اذيه خلايا، لانه انتقلنا من جو حام كثير كثير لجو بارد كثير. دائما انا بعلم الام انه اذا درجه حرارته 40 بدها تكون المي 38 او 39، قريبه من درجه حراره المي اللي بيتحمم فيها الطفل، مشان نحن نامن انتقال هادي للطفل، ما يكون انتقال شديد بين الحراره والبروده. ممكن اذا كان الطفل ما تعرض لاذيه بسبب الحراره يتعرض لاذيه بسبب البروده الشديده. نعم دكتورة، نصائح أخيرة بتحبي تقدميها لكل الأمهات اليوم وخاصة بهي الفترة العطلة العيد، يعني الأغلب مسافر، الأغلب عنده نشاطات يطلعوا مع بعض العيلة، فشو الأشياء اللي بتحبي تنبهي عنها كل الأمهات؟ هلا بشكل عام خلينا نقول هي نصائح لفترة العيد، انتبهوا كثير على أطفالكم، انتبهوا على الأكل اللي عم يتاكل من خارج المنزل، تأكدوا من إنه سليم، حاولوا تبتعدوا عن الشغلات اللي هي قابلة للفساد بسرعة مثل المايونيز اللي فيه بيض، القشطة، الكريمة، هالشغلات الثانية. لا تحرموا أطفالكم من اللعب، بس دائما انتبهوا عليهم، أعطوهم كميات كبيرة من السوائل، خلي ملابسهم خفيفة، وأهم شيء لا تتركوهم بالسيارة وتنسوهم، وخاصة بأجواء الحرارة العالية. أكيد معلومات كتير مهمة دكتورة لميا، مثل ما عودتينا دائما، ونصائح كافية ووافية لكل أم، والله يحمي كل أولادنا ويقدروا ينبسطوا ويقضوا عطلة العيد بطريقة كتير حلوة. يعني إحنا الكبار دكتورة عم ننزعج ونتعب من الشمس، كيف الأولاد؟ شكرا كتير لكم.